مليار واحد في البرلمان وفي أغلبية معارضة للبرنامج بتاع الرئيس. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق، تأتيكم مباشرة من قناة أوراس تي في بلندن. أثار حوار مسجل للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع بعض الصحفيين المحليين وبث على القناة الرسمية، أقول أثار جدلا واسعا في البلاد. وقال مراقبون إن الحوار جرى في اتجاه واحد ويعبر عن نظرة السلطة للقضايا المحلية والدولية، ليس إلا سواء فيما تعلق بمشروع تعديل الدستور أو بخصوص وضع الجبهة الاجتماعية وتداعيات الإغلاق وتوقيف الأنشطة الاقتصادية عن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة بسبب جائحة كورونا، أو بشأن مسألة مشاركة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام في الخارج. فيما لاحظ آخرون أن الحوار خلا من أي إشارة إلى وضع الحريات في الجزائر، ولا إلى الملاحقات الأمنية والمحاكمات التعسفية في حق نشطاء الحراك والنشطاء السياسيين والمعارضين للنظام، ولا إلى قضية الحبس المؤقت التي أصبحت قاعدة في عملية التقاضي في الجزائر، ولا إلى حالة الإغلاق للمجالين السياسي والإعلامي وغموض الخيارات الاقتصادية للسلطة. وأخيرا تمت الإشارة إلى أن هذا الحوار لم يثر فيه سؤال واحد جدي حول الحراك الشعبي. نتابع. قلت ونزيد نكرر ونأكد أن نظام منظومة صحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره، وكانت وليدة رؤية حماية المواطن، طب المجاني مثل ما كانت طب مجانية التعليم مثل كذا، كانت ماشية استثمارات بآلاف الملايير. وهنا نغتنم فرصة وشاكر شاكر شاكر إلى أقصى حد الفلاحين تاعنا، جزائريين قح وباء ولا ماشي وباء، مشاو خدموا وزرعوا ونتجوا، والإنتاج تاعنا فات 25 مليار دولار، فات 25 مليار دولار. الناس متكالبة علينا، باغين، عندهم المخطط أليف ما نجحش، فاتوا المخطط با وما ينجحش، ويزيدوا المخطط جيم وما ينجحوش، لأن راهم بالمرصد. أنا غير نتمنى باش المواطن ما يدخلش في هذه الأمور.
ينضم إلي في النقاش في مستهل هذه الحلقة وعبر خدمة سكايب من فرنسا الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ محمد بن عيسى. أستاذ محمد بن عيسى، حوار دوري لرئيس جزائري للرئيس الجزائري مع صحفيين يثير قضايا محلية اقتصادية سياسية أيضا اجتماعية، ويتحدث عن قضايا دولية عن قضايا الجوار، لكن هذا الحوار يثير جدلا وسخرية اندهاشا سخطا من طرف الجزائريين، لماذا في رأيك؟ مرحبا بك أخويا سليم وبكل متتبعين قناة أوراس تي في وكل طاقم القناة. ربما هذا الخطاب يثير السخرية لأنه غير منسجم مع واقع الجزائر بتاتا. الخطاب عادة يكون خاصة الخطاب السياسي، نحن نتكلم عن خطاب سياسي، نحن لا نتكلم عن خطاب جمعوي أو خطاب أكاديمي أو خطاب في مدرجات الجامعة أو في ملاعب. أستاذ محمد، نعم عاد إلينا. خطاب نعم. من أنا من أعلى مستوى للسلطة السياسية في الجزائر أو في أي بلد، يجب أن يكون ذا مستوى معين حتى يرقى وحتى يتعامل، يعني يتجاوب معه الشارع بطريقة طبيعية. الخطاب للأسف كان سيء ورديء على كل المستويات، حتى أن التخريجة نحن نتساءل حول المختصين الذين هم بجوار هذا الرئيس، كيف يضعون هذا الرئيس في هذا في هذه الإخراج الإعلامي السيء، بعدما عودونا منذ تقريبا هذه الخرجة الرابعة الرجل لا يتقن أساليب الخطابة ولا يتقن لغة راقية حتى نضعه في هذا الوضع. هذا الوضع الارتجالي أو وضع الاستجوابات الصحفية يعني يحتاج إلى قدرة خطبية وتمكن كبير في اللغة. فتبون للخرجة الرابعة أو الخامسة يضع نفسه في وضع حرج جدا وفي وضع سيء، يكشف من خلاله للشارع الجزائري بأن من وضع على رأس رأس الدولة ورأس كل المؤسسات في الجزائر يتكلم بلغة بسيطة جدا ومن غير تمكن في القضايا. سنأتي للجوهر، يعني في الشكل، يعني في الشكل في الملاحظات الأولية أنت ذكرت قضية الإخراج، لكن يبدو أنه يعني الحوار كان متحكما فيه، يعني سجل يوم الخميس أو يوم الأربعاء لا نعلم، تم ضبط الأسئلة مضبوطة يعني الأمور، يعني لماذا لم تعجبك هذه الطريقة في الإخراج؟ يعني أخي سليم، إذا أردت أن تقوم بهذه، لأنه هذه اللقاءات التلفزيونية مع الصحافة خاصة إذا لم تكن بشكل مباشر فلا معنى لها. فإذا كانت بهذه الطريقة بالتسجيل وتحديد الأسئلة ويسأل الأسئلة الذي يريد الإجابة عليها وربما يختار حتى طريقة السؤال، هذا ليس بتاتا ما ينتظره الشعب ولا ما يقوم به أي دولة ديمقراطية في العالم تقوم بهذه هذه وسيلة رجعية، وسيلة متخلفة جدا. إذا أردت أن تسأل رئيس الجمهورية أو مسؤول سامي في الدولة فيجب أن يكون أولا بطريقة مباشرة وبطريقة ديمقراطية، حيث لا يتم اختيار الصحفيين إلا من الصحافة التابعة أو الصحافة المسموح بها أو الصحافة الرسمية إلى حد معين. نحن نرى في الدول الديمقراطية دائما إذا أراد لهذا الرئيس أن يظهر لشعبه بأنه متحكم في الوضع يذهب ويأخذ الصحافة المعارضة، الصحافة الشرسة، حتى يبرهن للمجتمع بأنه متحكم في الوضع، وخاصة قضية التسجيل. قضية التسجيل تضر جدا بمصداقية العملية. طيب سأعود إليك الأستاذ محمد بن عيسى. ينضم إلي الكاتب والصحفي الجزائري الأستاذ رضوان بوساق معي عبر هاتف من الجزائر. أستاذ رضوان، في قضية الشكل أولا أثيرت كثير من الأسئلة حول قضية التسجيل والمباشر، اختيار الصحفيين، اختيار طبيعة الأسئلة، يعني لماذا الاستمرار في هذا النهج؟ يعني لماذا لا يذهب الرئيس إلى لقاءات مباشرة ومع صحفيين كما قال الأستاذ محمد، صحفيين يعني اللي معروفين أنهم لديهم الجرأة، لديهم المعرفة، لديهم المعلومات ولديهم الخبرة في هذه الحوارات؟
شكرا لك سليم، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. ربما أنا أقول لك أن ما شاهدناه الأمس لا يرقى لأن يكون حوارا صحفيا، فنسميه ظهورا إعلاميا على الأقل، لأن الحوار فيه أخذ ورد، فيه نقاش وفيه تعقيب وفيه تقديم الفكرة والفكرة النقيضة وغير ذلك، وفيه نوع من الاستفزاز، فهذا لا يمكن نسميه حوارا وحتى من الجانب اللغوي. فيه طرف واحد، يعني فيه المجيد تبون يستهلك كل الوقت، وفيه إلا قواطع وهي عبارة عن ديكور في النهاية كنوع من الأسئلة، الأسئلة التي لا تخرج عن الأمر الكلاسيكي. أنا أقول لك أنه ربما كنت وأحس بأن الظهور السابق لمجيد تبون كان أحسن من هذا الظهور، مش عارف أنا ما هي الخلفيات ما هي الكواليس، نحس فيه نوع من الارتباك حتى في مسألة ربما الاستمرار في التسجيل. المفروض أن الرجل يكون قد دخل في قالب عبد المجيد تبون رئيس حتى نكون في حوارات أكثر جدية. مسألة الشكل، يعني أولا الحوار المسجل كقيمة، كلما كان هناك تسجيل كلما كان الردود سلبية، حتى من وقت التايمينج على سبيل المثال، أنت تسجل حوار يوم الخميس وتبته بعد ما يكون فيه مونتاج وتركيب وذلك بالليل، يعني وكأنه مسلسل، هذا خطأ. يعني ممكن أن تسجله الخميس صباح وتكون فيه أحداث في الخميس مساء في ليبيا أو في الجزائر أو ذلك، تجعل من الحوار ملغى بمنطق يعني إعلامي محض. نقول لك مسألة التسجيل، أنا لا أتوقع أنه عبد المجيد تبون يقوم في المستقبل بأي حوار مباشر، لأنه نسمح لنفسي يعني عبد المجيد تبون دعمنا معه لما كان وزير سكن أو وزير أول أو ذلك. عبد المجيد تبون هو شخص بيروقراطي وال، ما هوش مسيس ولا دبلوماسي ولا رجل ملم فعلا باللغة التي ينبغي أن يقدم بها قالب رئيس جمهورية. شئنا ما بين أن نقول عن عبد العزيز بوتفليقة ما نريد، لكن من ناحية خلينا نقول لك اللباقة والظهور واستعمال المفردات وكذا، حتى لعب دور في 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 قالب رئيس، مش شرط في الجزائر وأجنها، في أي دولة من الدول. أنا نقول لك عبد المجيد تبون قد يقترب من نموذج عبد الملك سلال الذي كانت عندنا سوابق مرة من المرات، كنا نبث يعني ندواته وخلال زياراته في الولايات على المباشر، فكانت لا تخرج عن الشعبوية والضحك واستعمال ربما الحجج الضعيفة والأمثال الشعبية في غير محلها، فحتى وقعت الكارثة ومنع، أصبح صحفيون ممنوعون. يعني أول ما تدخل أنت كصحفي إذا كان عندك جهاز أديواز لينقل على المباشر فممنوع، ممنوع المباشر بشكل يعني تعليمة من ديوان الوزير الأول هذاك عبد الملك سلال، لأنه لو استمرنا سنكون أمام مشاكل. عبد المجيد تبون لو يكون في حوار على المباشر سنكون أمام كوارث يعني داخليا وخارجيا، إذا سنتسبب في مشاكل مع المغرب ومع تونس ومع ليبيا ومع لوزوطو، يعني الرجل سيضرب أخماس للسياسة. مسألة المونتاج سوف تكون جدا جدا مهمة، يعني بالدارجة البسيطة، يعني الإنسان لما ما يكونش يعرف يهضر تحتاج دائما إلى تدخل، تحتاج دائما إلى معاين، ليس بمعنى أنه يملي عليه ولكن مزوق أو فلنقل مخرج بالمعنى السياسي. الاستمرار في أربعة صحفيين، وأنا أريد أن أكون يعني عملي أكثر باش نبدي آراء سياسية، الاعتماد دائما على أربعة صحفيين هو أعتقد هو نوع من قتل الوقت ونوع من تمييع والنقاش وجعله يدخل في محور الرتابة. يعني هناك تقريبا يبدو أنه هناك خطة وهذا معمول به لا بأس به، بأنه كل صحفي يأخذ مثلا يبدأ بقطاع وهكذا، لكن تحس بأنك تسقط في الملل، تحس بأنه الصحفيين مطلوب منهم عدم تجاوز هذا الخط، يعني وكأن هناك من طلبهم بعدم المقاطعة، بعدم التعقيب، بعدم القيام بأي يعني بأي محاولة مهما كان. هناك أنك تجلس تطرح السؤال كذا في القطاع كذا، ما ترجعش لهذاك القطاع أو هذاك السؤال، ما تعقبش، ما تقاطعش، ما تقولش فكرة نقيضة. يعني في هذه الزاوية، يعني طرح سؤال من عند زملاء الصحفيين، لماذا يعني في السابق لم يطرح هذا السؤال؟ لأنه كان النظام يخير يعني الصحفيين تابعين للتلفزيون الرسمي والإذاعة الرسمية للصحف الرسمية، وبالتالي سؤال لا يطرح في هذا المضمار، لكن طرح لما بدأوا يجيبوا في صحفيين من، نقول لك بصراحة، من الوطن، من الخبر، من صحف أخرى، معروف أنه كاين شوية خبرة، صحفيين قدام مرتبطين بجرائد ما كانتش منبطحة 100%. لماذا يقبل هؤلاء أن يدخلوا في هذا الديكور ويدخلوا في هذه اللعبة كما وصفت؟
سليم، أعتقد هنا علينا أن نخرج فقط من حدود هذا الحوار، مع كل تحية للزميل جلال بوعاتي وسمير عقون هم زملائنا في النهاية. أنت تتحدث عن حوار صحفي جاء في إطار ظروف وجاء في إطار منظومة كلية، سوف يكون من العبث أن يخرج هذا الصحفي عن القاعدة التي رسمت له من قبل قناته التلفزيونية أو الجرائد. ولا أريد أن أشخص، لأن القناة والجريدة كلنا نعرف الوضع سليم، الوضع الصحفي في الجزائر إما أو، يعني إما أنك تحاول قدر المستطاع أن تبتعد عما يغضب، أو أنك سوف تنتكس وتغلق قناتك أو جريدتك، أو ستجد نفسك في بطالة أو ممنوع أو محروق أو سميه كما تريد. إذن لا أريد أن نحمل الإسمين أو الجرائد أكثر مما تطيق، لأني نعرف أنه وضعها دقيق جدا. فأنا لا، أنا أخرج عن هذا الحوار بحد ذاته ضيق، أنا ما نخليه في المنظومة الإعلامية ككل. تتكلم لي مثلا عن المضمون، أنا لا أجد أي معلومة. أنا جايك على المضمون، أنا جايك للمضمون، لأنه علقت عليه أنت وتحدثت عن يعني بعض الموضوعات الخاصة اللي كانت مفقودة في هذا الحوار. أعود إليك الأستاذ محمد بن عيسى في قضية المضمون. أنت أشرت أنه إجابات تبون كانت تفتقد للأرقام، وهناك بعض الصحفيين أيضا والمراقبين لاحظوا نفس الملاحظة وقالوا بأنه الإجابات المرتبكة في 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 جوهر المعطيات، يعني لا توجد معطيات عند الرئيس، لا توجد أخبار صحيحة عند الرئيس، خاصة عندما يتحدث عن الوضع الفلاحي، الوضع الصحي، وضع الجوار، دور الجزائر ودور الجيش، تاريخها أيضا. يبدو أنه أكثر من بين قوسين الخربطة اللي عملها المرة اللي فاتت عندما تحدث عن مراسلين بلا حدود ورئيسها، وأنه كذا، وكان باباه هو أصلا هذاك ماهوش رئيس مراسلين بلا حدود. هل المشكلة عند الرئيس، عند الفريق اللي معاه؟ لماذا إظهار الرئيس بهذا الشكل؟ أخي سليم، ربما جزء من الإجابة معنا الموجود في وضع تبون وشخصيته، وكما تفضل المتحدث السابق أنه تبون ليس بالسياسي وليس بالشخصية المتمكنة في اللغة، فاللغة أساسا اللغة ليست وسيلة للتواصل فقط، فهي وسيلة للإقناع والتأثير، فهو غير متمكن في اللغة مبدئيا. تبون لا يعطي أي انطباع بأنه عنده إلمام، حتى ربما حديثه لا يرقى إلى حديث حتى ربما في المقاهي أو في بعض الاجتماعات في بعض الوزارات أو في بعض الهيئات اللي عنها في المستوى البلدي. فالأرقام شيء آخر، ربما الشيء الكارثي هو التغليط. عنها تبون استعمل منطق القضيب، منطق التشكيك والتغليط، عنها استمرار النظام في التشكيك، في إعطاء معلومات خاطئة، في عنها اللف والدوران، في عدم الغوص في النقاط المهمة. للأسف الشعب الجزائري لم يفهم معناها، حتى عندما تابعنا الصحف، كل الصحف الوطنية، نجدها لم تذكر معلومة مفيدة أو معلومة أكيدة أو حتى قرارا سياديا في الدول، في كل الدول نترك المواضيع الاستراتيجية والمعلومات السيادية للرئيس حتى يصرح بها، حتى يخبر الرأي العام بالتوجه الاستراتيجي، بالتحولات المقبلة، خاصة ونحن نعيش في ظل أزمة كورونا. الشعب الجزائري ما زال متحير من الخروج من أزمة كورونا. مثلا قضية تدخل الجيش في خارج الحدود، يقول 6 أو 7 مرات هو لا يعرف بتاتا كم مرة خرج الجيش خارج الحدود. قضية المليار دولار الذي يتكلم عليها في كل مرة، يقول نحن، أنا كما تكلمت في مرحلة سابقة قلت مستعد أن أضع مليار دولار، وهو في نفس الوقت الشعب يتابع بأنه المليون سنتيم لم يصل إلى كل الجزائريين، وبين المليار دولار والمليون سنتيم الذي لا يساوي أي شيء في واقع الجزائريين، الشعب الجزائري يرى الفارق ويرى الفجوة بين هذه اللغة الهشة، هذه اللغة الغير متحكم فيها، والواقع المرير. والآن خاصة مع شبكات التواصل الاجتماعي، الجزائريين متمكنين، عندما تكلم على نظام الصحة أي جزائري يدخل إلى الأنترنت ويذهب إلى المنظمة العالمية للصحة، إلى كل المنظمات الجهوية، يرى بأنه ترتيب الجزائر في على المستوى الصحي ترتيب متأخر جدا، وهي في آخر الدول. فهذا ربما أكثر من قضية عدم التحكم، نرى أنه فيه نوع من التضليل المستمر الرسمي للرأي العام، حتى يتم تشكيل صورة معينة
نحن كما تفضل المتدخل نتساءل كثيرا عن وضع الرئيس هناك، من عن وضع التبون، أنا لا أعترف به كرئيس شرعي لأن الشعب لم ينتخب عليه، ولكن من يضع تبون في هذا الوضع؟ هل هي محاولة للتحكم فيه؟ أنها وضعه في وضع حرج جدا لهذه وإخراجه بهذه الصورة السيئة يعني للجميع، ما هو المغزى منه؟ أو ربما الرجل في حد ذاته غير متمكن واختير بسبب هذا الوضع، عدم التمكن له وللفريق المسير يعني لشؤون الرئاسة، لأنه الرجل لا يشتغل لوحده. سعود إليك أستاذ محمد بن عيسى. أستاذ رمضان بوساق، أنت أشرت إلى موضوعات لم يتم التطرق إليها، هل هي إخفاقة من طرف الصحفيين لوتوسونسيور، يعني خافوا أنه يطرحوا هذه الأسئلة كثيرة، سأعطيك المجال أنك تشير إليها، أم هي تعليمات، أم يعني كيف تتوقع يعني؟ سليم، بالمنطق العملي، يعني انت لما تذهب الى حوار لابد ان تعرف من هو المحاور، يعني هل هو شخصيه تحبذ الكلام وتحبذ ان تقاطعها وتعطيها المتناقضات ام لا. انت تعرف انه عبد المجيد تبون هو في رهان يعني منذ تنصيبه، لما يكون عندك اشكاليه في الشرعيه تاعك يعني الشعبيه حتى الان، انا قلت لك هذا سميته ظهور اعلامي، هناك نشاطات مكثفه، يعني البارح انترفيو واليوم لجنه واستقبال، غدا مجلس وزراء، تحس بأنك لما تكثر من خرجاتك ومحاولة الكلام تحس بأن هناك ضغط، ما أنت تريد أن تملأ كرسي، ما أنت تريد أن تقول أنا موجود، وهكذا يعمل فريقه الصحفي أو عفوا الصحفي داخل الرئاسة، لا يريد مشاكل، لا يريد خروج عن المألوف، لا يريد خروج عن النمط الكلاسيكي، لا يريد مقاطعات، لا يريد تعقيب، لا يريد أن يعني أنا نقول لك أي صحفي والله سليم في الهند أو في اليابان من الجمهورية أو من الشعب أو من الشروق أو من الخبر، لما يتكلم له رئيس ويقول بأنه الاقتصاد لم يتأثر بالحجر، هذه جريمة لابد أن توقفه وتقدم بعض الأرقام على الأقل التي قدمتها الجوية الجزائرية من خسائر، على الأقل ما تقدمه النقابات في صناعة الجلود والمشروبات والنقل، قال كنوع من كيف يا رجل تقول بأنه الاقتصاد لم يتأثر وبأنه والله غريب عجيب، يعني حتى لما يسأل الصحفي سمير عقون يسأله على تداعيات رفع أسعار الطاقة يقول له لا هذه منعدمة وما رح تأثر على الإنتاج وما حتأثر. يا سيدي قال أنت تخالف قواعد الاقتصاد لما ترفع مواد الطاقة، فأنت تكلفة الإنتاج تزيد وبالتالي السعر يزيد، ثم أن القدرة الشرائية اللي تكلم عليها بأنك رفعتها لم تعدو أن تزيد، يعني حتى في الموضوع الاقتصادي، يعني حتى طبيعة عمل الشركات الخاصة لا يبدو أنه عنده معلومات دقيقة، يعني عندما يقول لك هو ما يصدقش أصلا أنه كاين شركات خاصة يعني خسرت في شهرين وكذا، هو لا يعرف أنه هناك شركات عالمية طاحت في أسبوعين أو ثلاثة يعني. لا لا لا، أنا قلت لك إذا عرف السبب بطل العجب، لابد أنك تنطلق بالمنطلق أنه عندك تقارير أمنية وعندك معلومات شئت أم أبيت، المزاج العام يصبح دائما هو محل قياس من المصالح الأمنية، وإلا فهي فاشلة، تعرف المزاج العام تاع البلاد وين ماشي، فبناء على تلك التقارير تحاول تخرج للتلفزيون باش تطمئن، لكن للأسف الشديد لغتك ما زالت تعيش في السماء، أنت ترفض أن تعترف بما هو موجود أمامك، حتى من خسائر اقتصادية، حتى من تداعيات رفع أسعار الطاقة، حتى من نقول لك مواضيع ما هي سياسية إنما مواضيع اقتصادية بالمعنى الأساسي، يعني ما تقاطعش وتقول له باللي لا اسمح لي راهو فيه تقريرها وفيه التجار راهم يقولوا، ها يا سيدي أنا كصحفي راهم عندي احتجاجات من بعض العمال ومن بعد كذا، ما تقاطعوش تقول له بأنه 10,000 دينار هذه لم يتم تحصيلها وما هو السبب سيد الرئيس، هل هناك من يخالف تعليماتك، هل تعتزم أن تقوم بتغييرات أكثر من هذا؟ لا يسأل على الكثير من المواضيع التي لا أفهم، يعني مش عارف حتى هي تصنع الحدث، يعني طرح سؤال من قبل هذا الصحفي لا أتصور أنه قد يجلب له مشاكل، مثلا إذا تكلمنا على سبيل المثال على موضوع شغل الجميع وهو تصريحات جيلالي سفيان بأنه التقى خفية أولا ثم أعلن بأنه التقى مع تبون وذلك من أجل إجراءات الحوار والتهدئة، هذا غير موجود كسؤال، يعني لا أعتقد أنه سوف يكون في حرج من طرح مثل هذا السؤال ولا أسئلة خاصة
خاصة بالاعتقالات ولا المتابعات الأمنية؟ جايك. هذه الفكرة. لا يوجد حديث عن الظروف الاستثنائية لا يقول له بأنه 1000 شخص اعتقلوا في ظل أزمة كورونا، رغم أنكم أعضاء في جمعية، أعضاء في منظمات التي توصي منظمات حقوقية أوصت مع بداية كورونا بإطلاق سراح الناس وليس بجلبهم. ما تقولوش بأنه أنتم راكم تعتقلوا في الناس، من هذا اللي يعتقل؟ هل هو، هل أنت تحمل مسؤوليتك أم ماذا؟ ما فيش هذا الكلام عن سجناء الرأي، عن السجناء. أنت سمعنا أنه عندك إجراءات وقضية أن يعفو على طابو سمير العربي كتب عنها في الخبر وفي الوطن وفي الوسواط الجزائري، لا يوجد سؤال بهذا الخصوص. أنت مش عارف مفصول هذا الحوار عن سياقه الزماني، عن سياقه السياسي. نعم. كأنه حوار رجل بعيد مريض غير معروف أين هو إطلاقا. يعني نعم. هناك الكثير من المؤاخذات على ومن بينها يعني والسقطات. نعم من بينها يعني نعم يعني من بينها سر رضوان، يعني حتى أختم يعني مثل يعني الزميل سمير عقون أو غيره، هابت حناشي أو غيره من صحفي زميل في البلاد، يعني يتبعوا قنوات عندهم مشكل رئيسي، هي ما عندهاش اعتماد كقنوات جزائرية وما زالت تابعة للقانون الأجنبي وما زالت تخدم بتراخيص وبعضها غير قانوني أصلا. يعني كيف أنه ولا مرة تم طرح هذه القضية، قضية الإعلام؟ صحيح. يعني على الأقل جزأرة هذا الإعلام يعني. مثلا هذه من المواضيع اللي قال السيد الرئيس هل سوف تقومون بأمورات بخصوص اعتماد هذه القنوات، هذه الجرائد التي تغلق، ما هي مصيرها؟ الكثير من المؤاخذات، مثلا تصريحات محمد السعيد حول المغرب التي ملأت الدنيا والتي تخرج عن مستوى اللباقة الدبلوماسية وسببتنا كثير من الصداع. ما يقول لك بأن قنصل المغرب في وهران هو ضابط مخابرات، هذا كلام لا يقال. يعني صحيح. هل سيقول بأنك هناك انسجام بينك وبين طاقمك؟ كارثة ومشكلة ومصيبة التي تقدم بها العقاب، حتى نسبة الضرر لعبد المجيد تبون في شخصه عندما دخلنا في متاهات الهوية وبسم الله الرحمن الرحيم. هل هؤلاء أنت الذي اخترتهم؟ هل أنت موافق؟ هل أنت راض عنهم أم أنهم مفروضين عليك؟ أم لأنه لا يوجد انسجام في فريقك للرئاسي ولا الصحفي، زيادة على الوعود التي يقدمها باسم الرئيس في النهاية شينام أبينا، هذا وزير التجارة كمال رزيق، من أنني سوف أقوم بضبط السوق، وكلها ارتدت عكسا. وخلي الجزائري يتابعوني، هم اللي يحكموا علينا، لأنه هما اللي يسمعوا، هما اللي يقدروا. كذلك يا رجل عندما يتحدث على أنه هناك تحضير لتاريخ معين، وهو يقصد عودة الحراك طبعا، يقول بأنهم رام يحضرونا، وشفت المقطع إذا كان منحوش في ألف ومنحوش با وجا، هو لا يخرج من مسألة المؤامرة الأجنبية والتكالب الأجنبي، لكن على الأقل يعني نشير له بأن هناك خلفية كذلك سياسية، لأنه معناها عودة الحراك وليست اضطرابات اجتماعية كما يريد هو أن يصورها. لا يوجد من يعقب، ولا يوجد من يطرح سؤال مناقض، ولا يوجد من يطرح فكرة. إذن ما فائدة هذه الحوارات؟ أنا نصيحة حتى نحفظ للجزائر كرامتها على الأقل، وأن لا نكون أمام خطابات تافهة وفارغة بدون محتوى. رجاني خلوهم فيما بعد أن تكون الحوارات هذه مكتوبة وتوزع على الصحافة المكتوبة أحسن من هذه الخيبات. يا سليم أصبحنا اليوم الناس تتحكم، أنا نسمع في الشارع ونسمع في تعليقات تقول لك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مسكين، هذا إذا أصبحنا نمسكن منصب الرئيس وبأنه ما يعرفش يتكلم ويخرج عن الأدبيات، فهذه مصيبة أكثر من هذا. أنت كصحفي أجنبي بالله عليك، إذا كان جيب لي صحفي عراقي تعطي له الباساج المقطع تاعه بخصوص ليبيا، أعطيني فكرة رجان. يعني والله غير موجود يا رجل، جملتين ثلاث جمل متناقضة. لما يكون كذلك المحاور تاعك ما هوش جيد في اللغة، يعني هو يمزج ويخبط، يعني إجاباته لو تأخذها رويترز أو أفقي لو كان يكون جزائري ما يفهمش، يعني نصف فرنسي ونصف عربي ونصف من الدارجة. لا هي فرنسية ولا هي عربية ولا هي إنجليزية. تتكلم لي على ليبيا تقول لي ممكن هادوك يربحوا ومن بعد هادوك يربحوا، وإحنا ما ندخلوش روحنا في هاد الصوالح، وقلنا السي حفطر يجي سني وجات بلاد واحد اخرى قالت له سني في بلاصه واحد اخرى وحنا ما عندناش مشكل حتى ويسني في الطياره. هذه جمله لا تصدر عن رئيس، اسف جدا على ما اقوله. هذه جمله نكتفي لا تصدر على رئيس ولا تصلح. نكتفي احسن سليم، لانه الظاهر انه قلبك معمر استاذ رضوان بوساق حول هذا الحوار. انت معروف ايضا بانك محاور جيد يعني في الجزائر،
ولديك خلفية جيدة حول قضية هذه الحوارات وكيف تنجز. أشكرك جزيل الشكر أستاذ رضوان بوساق الكاتب والصحفي، كنت ضيفي عبر هاتف من الجزائر. أستاذ محمد بن عيسى، قضية لأنه اللوم اللي كان على الرئيس وعلى من يعني دبر على الرئيس، من أشار عليه بهذا الإخراج، هناك اللوم على الصحفيين، لأنه لما يأتي صحفي تابع لصحيفة الخبر أو لصحيفة الوطن أو من قناة شروق نيوز ويتحمل المسؤولية كاملة أمام الجمهور. طبعا هناك موضوعات لم يتم التطرق إليها مباشرة، والسؤال اللي كان مطروح الآن في الجدال في مواقع التواصل الاجتماعي، هل هي الرقابة القبلية للصحفيين أم فعلا هناك أوامر لعدم الخوض فيها؟ قضية الحريات، الاعتقالات، قضية الحراك الشعبي، كل هذه الأمور، قضية العلاقة مع المغرب، كل هذه التصريحات اللي كانت خارج السياق كما قال أستاذ رضوان، القضية في ليبيا وكل هذه الموضوعات. نعم أخي سليم، أنا أتفهم ما قاله في رضوان المتدخل رضوان أستاذ رضوان بوساق حول أنه يتفهم وضع الصحافة في الجزائر، ولكن نحن لا نتفهم هذا خاصة بعد 22 فبراير. فإذا استدعيت إلى مثل هذه اللقاءات وأنت تعرف بأن ليس لن يكون لك الحرية المطلقة في طرح الأسئلة، وبأن تقوم بدورك وما ينتظره منك الشعب خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر، فلا يجب أن تلبي الدعوة. لماذا تذهب لتشارك في هذه المسرحية، في هذا الإخراج السيء جدا، في هذا التسجيل؟ فأنا ألوم كثيرا الصحفيين الذين يشاركون في مثل هذه الخرجات. فمؤخرا مجلة الوطن كانت إلى حد معين لديها حرية معينة، ومؤخرا انضمت رجعت دخلت كما يقال إلى بيت الطاعة، وأصبحت من الصحافة من الجرائد التابعة مباشرة للخطاب الرسمي، وتسبح في فلك النظام. الرقابة الذاتية كارثة، نعم، لأن البوليس السياسي لا زال يضغط بوسائل كثيرة من طرف من خلال المطبعة الوطنية، من خلال الإشهار، كل هذه الوسائل تضع الصحافة في وضع سيء جدا. السلطة لا تريد صحافة حرة، لا تريد رأي مستقل، رأي حرية في التعبير. إذا تكلمت على قضية أساسية، نتكلم عن دستور، نتكلم عن جزائر مستقبلية، نتكلم عن المستقبل، عن الحلم، وفي نفس الوقت الشباب يسجن من أجل التعبير عن الرأي من أجل أسباب تافهة. البارحة في نفس اليوم الذي بث فيه التسجيل سجن أكثر من شاب في بجاية، كما تكلم المتدخل السابق، في أزمة كورونا سجن العشرات، تقريبا أكثر من 100 أو 200، هناك من يقول 1000 شاب سجنوا من أجل خط أو ربما خطين في الفيسبوك كمالك للريحي، الذي تساءل عن الأسئلة التي يطرحها، المفروض كان يطرحها الصحفي. قال أكلتم اللحم ب80 دينار ولا لا؟ أنا أدخل إلى السجن. هذا السؤال كان المفروض يطرحه الصحفي، صحفي الخبر أو الوطن الذي الذي حضر هذا اللقاء. إجابة على سؤالك، أنا ألوم كثيرا والشعب الجزائري يلوم كثيرا الصحافة الجزائرية على المشاركة في مثل هذه الخرجات الإعلامية السيئة. طيب سعود إليك أستاذ محمد بن عيسى، ينضم إلي عبر الهاتف من الجزائر الكاتب والصحفي الجزائري أستاذ سعد بعقبة. أستاذ سعد بعقبة، أرحب بك في هذه الحلقة. في الشكل في الشكل وفي المضمون، لماذا كل هذا الانتقاد لهذا الحوار، مع أنه كان ممكن يكون حوارا عاديا لرئيس مع صحافته المحلية ويتطرق إلى ما يشغل بال الناس سواء في القضايا المحلية أو قضايا الجوار الإقليمية وأيضا الدولية؟ الأصل في أي رئيس عندما يخاطب الشعب عبر الصحافة أن يكون عنده ما يقول للشعب. هذا الرئيس يظهر أنه ما عندوش واش يقول للشعب، وبالتالي يدير اجتماعات، يدير لقاءات غير طبيعية وليس لها موضوع أصلا. وأنا نشكر الإخوان بوساق وضيفك اللي موجود تم، باللي فعلا كانت كارثة، تندر عام بالمحتوى تاعها. ويظهر أن الرئيس اللي يلتقي في ظرف 6 أشهر
مع صحفيين ثلاث مرات ولا اربع مرات للتأكيد كل مره، معناه ما عنده واش يدير في الرئاسه يعني، راه يملى في الفراغ. وهذا هذه قضيه. قضيه ثانيه من حيث من حيث الشكل، يعني بهزلوا برواحهم وبهزلوا بالرئيس وبهزلوا بالبلاد. لما يفتحوا اللقاء بقول انهم شاكرين للرئيس انه دار لهم تعقيب ونحالها من الكمامات باه يقابلوه، هذه مصيبه. هذه يعني ما يعني اهم موضوع يبداوا به هو هذا. هو زياده على ذلك، انا معقموهم صح، ولكن يظهر من خلال الحوار ان معقموهم اعلاميا وليس بالكورونا. والدليل على انهم معقموهم اعلاميا ان ممثله الوطن فضحت اللقاء، قالت نشكر الرئيس انه اعتقد انه شكروه، اعتقد انه شكروه حتى انه سمح لهم انه يحاوروه بدون الكمامه، يعني بدون برمجه. هذه يعني فعلا يدل على ان الامر ثم دخل في في في, في موضوعات ما هيش مختصاصه، ولا محاضر في القانون الدستوري في مدرسه جامعه يشرح النظم الرئاسيه والنظم البرلمانيه ويخلط بين النظام الرئاسي. سأتي إلى هذا الموضوع، سأتي في الموضوع. أستاذ سعد أنت تحدثت على الشكل، يعني أنت قلت باللي السيد في ست شهور دار لقاءات. أستاذ سعد أنت تقول باللي دار لقاءات كثيرة وكذا، يعني لكن في المقابل كنت تلوم على بوتفليقة أنه كان يعني يستهزأ بالصحف الصحفيين المحليين وما هدرش معهم بالمرة. يعني أنا جايك الموضوع المهم، يعني الرئيس يقول كلام خاطئ قدام صحفيين، يقول بلي الرؤساء أول مرة هو اللي دخل الصحفيين للرئاسة لأول مرة، هذا مش صحيح. هو كان وزير الإعلام والمستشار تاعو هذا اللي نظم له اللقاءات كان وزير الإعلام، ويعرفوا بلي كل الرؤساء من بومدين حتى زروان كلهم عقدوا لقاءات في رئاسة الجمهورية مع 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 الصحفيين. بوتفليقة بومدين دارها عدة مرات، الشابي دارها عدة مرات بما فيها المقاطع اللي تنشروها انتم ساعة قبل الانتخابات تاع 92 وقبل وقف المسار الانتخابي. واسمه بوضياف عقد جلسة مع الصحفيين في الرئاسة، كافي كيف زروال كيف، وسألته أنا سؤال شكون يحكم في البلاد. يعني لما يكون رئيس جمهورية يعطي خبر، يعطي معلومه غير صحيحه، وهو كان وزير اعلام ومعاه المستشار تاعو ما صححلوش، واش يدير المستشار هذا؟ واش يدير هذا المستشار هذا من حيث الشكل اذا ما كان يقولوا النوت يا الرئيس؟ هذا ماهوش صحيح. صحيح انه بوتفليقه ما كانش يستقبل الناس، ما كانش يستقبل الناس لانه اعتمد على امثال محمد السعيد وزير وامثال تبون وزير، كيف فرصة ما الصحفيين ما دخلوش للرئاسة الجمهورية. هذه هي الحقيقة. لازم يعرفوا هذو الناس باللي راهم يظلوا في الرأي العام بشيء يولي عليهم ماهوش يخدمهم. لما يتكلم على الدستور، أنا تحضرني واحد البيت على شعر قريته في البيلة ولي الزمان، يقول لك إذا كان الغراب إذا كان العقاب دليل قوم يحط بهم على جيف الكلاب. هذا الدستور اللي يتكلموا عليه قال باللي راهو الان استقبلوا الشعب ببروده لان الكورونا دارته. لا، موش لان الكورونا، لان فعلا سيفشل هذه المسوده ستفشل، لان بنيت على باطل. اولا باطل انتخابي وباطل في محتواها، ثم يتكلم على العربه هذا ويقول انه العربه ليس اكبر قيمه علميه من بجاوي اللي كان عضو محكمه لاهاي، قاضي تاع محكمه لاهاي، ومع ذلك كل الجزائريين يعرفوا واش دار بجاوي بالدستور، كيف خرب الدساتير الجزائريه لصالح السلطه مقابل. اذا هذه الممارسات ما يكفيش بها ولد شهيد ولا خبير دولي، هذه ممارسات تاع السلطه ولا يمكن معالجتها الا عن طريق الشعب،
عن طريق الشعب، نقاش عام عن طريق الشعب وليس عن طريق المختصين كما راه يقول. نعم. طيب استاذ سعد عندي مقطعين يعني اريد منكم الاستاذ ايضا محمد بن عيسى التعليق عليهما، لانه كل المقاطع الاخرى التي تخص الموضوعات الاقتصاديه سنتناولها في حلقات قادمه، الكثير من الموضوعات المسكوت عنها ايضا ستكون محل النقاش. هذه اليوم الاول في اوراس تي في نناقش هذا الموضوع، موضوع خرجت تبون الاخيره منذ الصباح حول قضيه الصحه. وعندي سؤال خاص حول طريقه اجابه تبون، تفضل وتفضل مشاهدينا الاعزاء بمتابعه هذا المقطع. ما هيش مرتبطه بكوفيد، لان كوفيد مثل اوبئه وبالاخص اليوم راه يمشي وباء يجي وباء اخر لا قدر الله علينا. احنا ما عرفناش ايبولا وما عرفناش، ولكن دول اخرى عرفت ايبولا وعرفت كورونا وعرفت كذا وعرفت كذا، لان فيه لا بريفونسيون، فيه لاجونس. هذه انا قلت ونزيد نكرر وناكد ان النظام المنظومه الصحيه نتاعنا احسن منظومه في المغرب العربي وفي افريقيا، حب من حب وكره من كره. الأستاذ سعد، هو سؤالي مرتبط بالجملة الأخيرة، يعني مدام أنت واثق أنه نعطيك سؤال تاع صحفي، يعني مدام أنت واثق أنه هذه المنظومة هي المليحة وهي أفضل منظومة في المنطقة المغاربية وفي إفريقيا ولنقول في العالم، يعني لماذا تقولها بالغش ولماذا تردفها باللي أحب من أحب وكره من كره؟ يعني هذا سؤال تاع زميل صحفي أحيله إليك أستاذ سعد. والله أنا نضيف لك، لو كان جات أحسن منظومة في شمال أفريقيا كما راه يقول، ولا حتى في الدول العربية ولا كان ما يجيبش الخبراء الجزائريين اللي في الخارج، هما اللي يديروا له الحكاية هذه، كان يدير من الخبراء اللي داخل الوطن. هذا هو راه يكذب في روحه بنفسه، وهذه مسؤولية المستشارين تاعو اللي يقولوا له ما تركبش على بعضها، من جهة تقول عندها خبراء في الخارج نجيبها من هنا، والمسؤولين تاعكم كل اللي داوي في الخارج، ومن جهة أخرى تقول باللي احنا أحسن منظومة في شمال أفريقيا. يعني كلام لا يصنع على بعضها، والأخطاء الكثيرة اللي لا تعرف بعضها موجود في الكلام، وهذا دليل على أن المستشارين ما يستقلوش. لما يقول باللي إذا رئيس الحكومة كان من المجموعة البرلمانية اللي كان على الرأي رئيس الجمهورية يكون رئيس حكومة، وإذا كان من المعارضة للرئيس يكون رئيس وزراء، وش الدستور الذي يعطي رئيس الحكومة وظيفتين، يعني مرة رئيس وزراء ومرة رئيس حكومة، يعني فعلا راهو يرتكب في أخطاء من ناحية كان المفروض ما يبينش هذه الحاجات، لأن هذه الأمور تبهدل برئاسة الجمهورية وتبهدل بالمؤسسات تاع الدولة، وما لازمش تطرح الحيطان بالشكل هذا، خاصة على البلاد لازم يحققوا لنا هذه المهام. طيب لكن يعني الكثير أيضا من سألوا يعني لماذا، يعني لماذا هذا الإخراج التعيس كما صوروه، لماذا هذه الطريقة، لماذا خوض في هذه الموضوعات بهذه الطريقة، لماذا الرئيس لا يملك المعلومات ولا يملك أجوبة حقيقية على الأسئلة، يعني مع أنه الحوار مسجل والأسئلة مخيرة والخبراء عنده، يعني هو رئيس جمهورية في النهاية، يعني رئيس دولة يعني في النهاية، لماذا يعني؟ يا أخي لما يكون واحد كما محمد السعيد اللي ما ينجمش يكتب رسالة دارها ودائما طول حياته داير في بلاد راه في وذن السلطة، سواء في وذن طالب الإبراهيمي ولا في وذن
كادي بن زيد ولا في دائما لاصق القراده في وزين المسؤولين. هذا ما عنده حتى مستوى وما عنده حتى علاقه بالصحافه، وهو هو المستشار تاعو هو اللي يدير له الكوارث هذه. وهنا المؤسسه العسكريه تحمل مسؤوليتها، لان مصالح الامن وكذا هذو اللي يجيبوا واحد كيما محمد سعيد ولا العقاب ولا ما نعرف تكون اللي ما مش قادرين يعني فعلا يعني نعم. هذا العقاب اللي يقول نحي البسمله من الدستور، كان هذا مشروع الوطني تاعه هو ينحي البسمله من الدستور، يعني ما يقولش باسم الدستور، ما يكونش باسم هو ويكون باسم تبون، يعني معناها يقلب تبون اله ولا وش معناها هذا؟ نعم. يعني فعلا امور يندى لها الجبين، واصبحت مش الامن المعنوي للشعب الجزائري والدوله الجزائريه، وعليهم ان يوقفوا هذه النهج. طيب استاذ سعد، ساعود اليك في سؤال مهم جدا ايضا حول الحراك. قبل ذلك اريد ان اسال الاستاذ محمد بن عيسى السؤال، يعني هو مطروح من مراقب، يعني لماذا يضطر رئيس اي دوله انه يجي يقول لهم بلي انا عندي منظومه صحيه مليحه، احب من احب وكره من كره؟ هناك من قال انه يجب ان تقرا بسيكولوجيه المتكلم. لماذا غاضب هو؟ انت راك يعني لماذا انت تهاجم هكذا بهذا الشكل؟ نعم، لانه منظومته الفكريه كامله، وان اطار العمل الذي يندرج فيه تبون ومن وضعوه في الحكم، ودائما الرد على الاخر، الرد على اليد الخارجيه، الرد على الغريم، على العدو الداخلي، على العدو الخارجي، وهو ربما في هذا يتكلم عن الجيران، يتكلم عن المغرب، او يتكلم ممكن عن مانيش عارف على اي دوله. والكل يعلم انه مؤشرات المنظومه الصحيه في العالم تخضع الى مجموعه من المعايير التي لا يختلف فيها الناس، وهي أنها محددة وموضوعة في أطر منذ مدة، معناها منذ عشرات السنين، من حيث الوقاية، الكشف والإبلاغ، سرعة الاستجابة، الإنفاقات، بيئة المخاطر. هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على أن المنظومة الصحية لبلد معين جيدة، أو كان المفروض أن يدخل في هذه التفاصيل حتى يظهر للمشاهد وللشعب الجزائري، حتى يقنعه بأنه رئيس حقا ورئيس فعلا متحكم في الوضع. هو بهذا أثبت أنه مجرد أنها موظف، أو ربما لا يرقى حتى إلى منصب موظف، فهو في خدمة في 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 يعني في عملية معينة من أجل القيام بدور. ومن يحكم الجزائر ليس هو، لأنه غير متمكن بتاتا. الجزائر إذا أردنا أن نعرف الأرقام الصحيحة لترتيبها الصحي، فهي في على المستوى العالمي في المرتبة 173، على المستوى العربي في عنها في المرتبة 15، وعلى المستوى الإفريقي في المرتبة 7 أو ربما 9. جيراننا تونس أو المغرب متفوقون علينا كثيرا في المنظومة الصحية، وأكبر دليل أنه جزء كبير من الشعب الجزائري يسافر إلى تونس من أجل المعالجة ولا العلاج في المستشفيات التونسية، وكل المسؤولين على رأسهم رئيسه السابق الرئيس المخلوع الذي كان معه هذا وزير إلى كم من سنة، تقريبا أكثر من 10 سنوات وهو رئيس مع وهو وزير مع بوتفليقة، يعني ذهب للعلاج في الخارج في فرنسا ثم سويسرا. لماذا إذا كانت منظومتنا الصحية جيدة لماذا لم يعالج في الجزائر؟ وسوف ننتظر منه. نعم. هو كرئيس أين سوف يعالج؟ هل يعالج في المستشفيات الجزائرية أو يسافر كسابق إلى المستشفيات الخارجية؟ سعود إليك أستاذ محمد بن عيسى. أستاذ سعد أبو عقبة، هناك موضوع أيضا اللي هو ثاني عمل جدل وكان موضوع نقاش في مواقع التواصل الاجتماعي، حديث تبون على الحراك والدعوات للخروج للتظاهر. أرجو أن يعني تسمع معي هذا المقطع ونواصل النقاش. تفضل مشاهدينا الأعزاء. كثير ما يتقبلوش، فيه ناس تحرض وتحرض بعدة وسائل، والفيسبوك، وتعطي مواعيد الاحتجاجات، ونتلاقوا ونديروا وكذا، تكالب أجنبي على الجزائر. تن ما نقولكش أنا هادو 13 ولا 20 شاب كل دار لحشا، ما فيهم عنصر اللي جندهم، وداك السيد باش جندوه ما شعبوش وسائل جندوه، وجرك انت لأن راك ولد حومة، راك ولد حي، حذاري حذاري حذاري، لا تلقوا بأيديكم ويتهلوك. ماش قضية تاع قمع ولا قضية تاع كذا، قضية تاع حماية وطن،
الناس متكالبة علينا باغين، عندهم المخطط ألف ما نجحش، فاتوا المخطط با وما ينجحش، ويزيدوا المخطط جيم وما ينجحوش، لنا لهم بالمرصد. أنا غير نتمنى باش المواطن ما يدخلش في هذه الأمور هذه. هذا ما كان اللي عنده شي حق يديه، وراني نقولها بصفة رسمية، أمور هذه تاع التنمية، أمور تاع الترقية، أمور تاع كذا، تتطلب وقت وتتطلب دراسة. ترخى في عامين ثلاثة ساكت، واش تخي هذه ثلاث شهور اللي جات في هذه الحكومة اللي بدأت تتحرك. أستاذ سعد بعقبة، ما رأيك فيما سمعت؟ نسمع مثل هذا الكلام، لأن الرئيس يقول الخارج هو اللي راح يخلص يعني. الخارج هذا على الجزائر هذه دائما مسكينة محل عدوان، على أن دي ما تطمش هي بالعدوان، على هي ما تخلص للناس، على أن هم اللي يخلطونا. أنا شخصيا مفضل بلادي تكون دائما عدوانية على أن تكون محل عدوان. وهنا نطرح قضية يعني مؤسفة، أن إذا كان الخارج هو اللي يخرج لك الملايين بالشارع ضدك، سواء كان بأسباب موضوعية أو غير موضوعية، هنا المشكلة. المشكلة الحكمة ما هي مشكلة الخارج اللي جاك ضعيف. لا يتطرح بلي لازمني حكم، ما ينجمش الخارج يخرج لي الملايين يلعب بها كما راه يقول. هذا اذا مشينا في الطرح تاعه، ثم لماذا يلغي الشعب تاعه، يلغي وطني ملايين الناس ويربطهم بالخارج هذا؟ واش المنطق موجود في القضيه هذه؟ والمصيبه ان حتى الناس اللي بداوهم للسجن راهم يعاملوا مع اهلهم والحراك معاملة الإسرائيليين للفلسطينيين، الفلسطينيين انتهوا قضيتهم الوطنية ولاو يطالبوا بإطلاق سراح المساجين، هم يحبوا يوصلوا العراق ويوصلوا الوطنيين اللي راهم يطالبوا بتغيير النظام، ينساوا فكرة تغيير النظام ويطالبوا بإطلاق سراح المساجين، يعني فعلا واحد المأساة راهم يعيشوها من انحطاط المستوى يعني مؤسف. لكن عندما يتحدث انه هؤلاء ما لازمش يخرجوا وما لازمش يتورطوا في المؤامرات لانه اللي عنده حق يديه ولانه كاين تنميه وكاين، هل هناك محاوله كما ظن البعض تحويل المطالب السياسيه الكبيره للحراك الى مطالب اجتماعيه نتاع خبز وحليب وسكن؟ هذا هو المطروح دائما. شوف من واضح واضح. نشكرك جزيل الشكر أستاذ سعد بعقبة الكاتب والصحفي الجزائري، كنت ضيفي عبر هاتف من الجزائر. أستاذ محمد سعيد، هل يعني هذا الحديث عن الحراك أو عن هذه الاحتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعتقلي الرأي، حديث تبون بهذا الشكل حولها، هل يعطيك أيضا فكرة حول ما يفكر به الرجل وما تفكر به أيضا المنظومة؟ ونعم، هو عن الخطاب خطاب تبون حول الحراك نلاحظه من عدة زوايا. ربما الزاوية الأولى من حيث النمط الفكري الذي لم يتغير، معناها النسيج ولا الإطار الفكري لتبون معناها لم يتغير. ربما نلاحظ بعض التناقضات عندما عين في انتخابات 12، قال مباشرة بأنه سوف يتحاور ويدي ممدودة للجميع، مباشرة بعدها
راينا انه السلطه بالعكس قامت باصدار قوانين تعسفيه وتعاملت بشكل سيء جدا مع الحراك، وخاصه في ازمه كورونا. يعني قضيه التشكيك، قضيه اليد الخارجيه للاسف تسيء كثيرا للنظام لانها غير واقعيه. فماذا نقول عن باقي الدول التي تعيش احتجاجات؟ معناها امريكا الان تعيش احتجاجات كبيره جدا بسبب مقتل معناها جورج فلويد. هل ترامب او غيره يقول بانه الصين تدخلت، والصين من وراء او من يعرف من يتدخل ويصنع هذه الاحتجاجات؟ في فرنسا نرى احتجاجات كبيره، في اسبانيا نرى احتجاجات كبيره، في لبنان الايام هذه بدات الاحتجاجات وهم معناها مندرجون في حراك يشابه الحراك الجزائري. الشعوب الان اصبحت ثائره، الشعوب خرجت عن السيطرة عن القديمة، الشعوب الآن طواقة إلى مرحلة جديدة، وهناك بعض الحكومات وعلى رأسها النظام الجزائري الذي لا يريد أن يجدد نفسه، يريد دائما الاستمرار في نفس المنطق، منطق تخوين، منطق التشكيك في العمل السياسي أو ربما تجريم حتى العمل السياسي، اعتبار الاحتجاج ضرب للاستقرار. نعم الشعب الجزائري يريد كما نقول كسر هذا الاستقرار السيء، نريد اللا استقرار للجزائر حتى تستقر على وضع جديد. الجزائر خاصة تبون ماذا قال؟ قال الحراك أنقذ الجزائر من الانهيار الوشيك، معناها الجزائر كانت على وشك الانهيار، وقلت بأن هذا الحراك مبارك، فكيف لك اليوم أن تقول للحراك بأنه من طرف شخص أو هيئة أو من يعرف عن 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 من يتكلم الذي هو بإعاز خارجي؟ فكيف يفهم الشعب الجزائري هذا اللا انسجام، هذه السذاجة في التعامل معناها مع موضوع مهم وهو موضوع الحراك؟ ومثلا إذا تكلمنا عن الدستور، إذا معناها الدستور ربما من بين أكبر معناها الكوارث التي معناها خرج بها تبون في هذه المرحلة الأخيرة، خاصة في التعامل مع الحراك. يقول بأنه يريد إدراج الحراك في الدباجة، وفي نفس الوقت يسجن كل يوم ناشطين الحراك. التناقضات في الخطاب أو ربما التضليل كبير جدا على كل مستويات. إذا أخذنا إلا الدستور فقط، تبون قال في هذه الندوة وهذه الخرجة الصحفية بأنه يريد تقليص صلاحية رئيس الجمهورية، ومسودة الدستور تقول عكس هذا تماما. رئيس الجمهورية لا زال عنده كل الصلاحيات، كل الصلاحيات في كل المستويات، في تعيين رئيس الحكومة، في التعيين في الهيئات الاستشارية، في الهيئات الرقابية، في تعيين حتى رئيس المحكمة الدستورية التي يريد إحداثها، في مجلس القضاء. كيف نفهم خطاب هذا الشخص بهذه التناقضات الصارخة؟ وربما نحن لا نريد أن نتكلم عن كذب، ولكن عن تضليل رسمي للرأي العام. نعم، سأعود إليك في سؤال أخير الأستاذ محمد بن عيسى. تضم إلي في هذه اللحظة المحامية والناشطة السياسية الأستاذة نبيلة إسماعيل، معي عبر هاتف من الجزائر. أستاذة نبيلة إسماعيل، لاحظت كثير جدل، أسئلة حول ما ذكر وأسئلة حول ما لم يذكر في هذا الحوار، حوار تبون مع الصحفيين أمس، كيف راقبت هذا الجدل؟ أولا أزف إليكم تحية طيبة من الجزائر، من جزائر الكرامة، والجزائر التي تبحث عن مستقبل الصغير. أنا أعتقد أنه سأرد، سأجيب على سؤالكم بسؤال: ما جدوى الكلام على ما شاهدناه البارحة أو على ما سمعناه البارحة؟ وهل الجزائريون استمعوا إلى ما شاهدوه ليلة البارحة في التلفزيون؟ أولا أعتقد أنه من الضروري أن نستعمل الفضاءات الديمقراطية للكلام عن خريطة الطريق التي يريدها الشعب، لأن السلطة لها قناتها، لها جرائدها، لها كل وسائلها لكي تروج على تناقضاتها وعلى تضاربها مع العقل ومع الصواب ومع المنطق. لأضيع وقتي كمناضلة وكمعارضة
وأغتنم فرصة الفضاء الذي تمنحونه لي لأتحدث عن شيء لا يمكنه أن يكون في مخيلة أي شخص طبيعي أو عقلاني. مع كل احترام لمن تحدث ومن خاض في مناقشة، لأنه الشخص كان يحاور نفسه. هذا من جهة. من جهة ثانية، نحن نسجل أنفسنا في أجندة السلطة عندما نرد ونحلل أشياء غير قابلة للتحليل. عندما يأتي رئيس هو في حد ذاته متردد حول صفته ويدير لك الدستور صنيعة شخصين، يجي يهدر لك على شخصين ويقول لك وليد شهيد وأبناء شهيد وما نشككش فيه، في حين أن الدول التي تحترم نفسها توصلت وتعلم علم اليقين أن الدساتير هي صنيعة الشعوب وليست صنيعة أبناء الشهداء. كيف لي أن أستمع لأشياء هذيان؟ هذا يسمى هذيان بلغة العربية الفصحى، هذا هذيان. عندما يقال أن الحراك سيكون في دباجة هذه المسودة التي ستبقى مسودة في ذاكرة التاريخ الجزائري، لأنه سيمرره عبر لابيان والسنة اللي راهم تاعو، نحن أمام سلطة تحاور نفسها، نحن أمام سلطة تفتقد كل الشرعية، تفتقد الحلول السياسية، لا تريد أن تستمع إلى إرادة الشعب. أنا أدعوكم إلى فتح حوار حول الدساتير التي تريدها الشعوب والتي تصنعها الشعوب. أدعوكم لفتح حوار حول الفترة الانتقالية التي يريدها الشعب وليس التي تريدها السلطة الفعلية، لأنهم يخططون لمرحلة انتقالية يقودونها هم بزبائنهم وأحزابهم. ويهمنا في هذه النقطة، نعم يهمني يهمنا في هذه النقطة المقطع اللي شافوه كل الجزائريين وبثيناه الآن على في هذه الحلقة، هو وصف رئيس الجزائري للذين يخرجون لقضية الحراك، لقضية الذين يعطون مواعيد للخروج واستئناف مسيرة الحراك، ويتحدث عن مؤامرة ويحذر أيضا من يخرجون ويربط ربما غضب بعض المغرر بهم بمشاكل اجتماعية ومشاكل تنمية ويعيدهم أنه يصبروا، يعني قال لهم كيف صبرتوا ثلاث سنين تصبروا ما تصبروش ثلاث شهور أو بعض الأشهر. هنا طرح السؤال حول نظرة السلطة للحراك ولما هو آت، وهذا ما يهمنا. يعني والله كل المؤشرات توحي إلى فترة صعبة جدا من الناحية الاجتماعية والناحية السياسية. نقول من الناحية الاجتماعية، هذا منظومة الحكم منذ أكثر من 30 سنة لم تبني القواعد، لم تبني الأسس الاقتصادية والاجتماعية للجزائر. نحن في انهيار تام، كان انهيار سياسي ثم اقتصادي اجتماعي، لأن البنية التحتية لم تبنى بشكل حقيقي. on a toujours travaillé ils ont toujours gouverné avec du bricolage. نهار كانت الوفرة المالية اللي يتكلم يشرو لابي سوسيال لي بروجي، اوكان بروجي ما ايتي فيناليزي خيان. نهار كانوا الدراهم رمي بالضاع وبعث لهيه وجيب مشاريع وجيب شركات اجنبيه واعط لهم المشاريع، ووقت الاقتصاد الوطني وقت المبادره الداخليه. الان يقول لك صبروا. علاش نصبر؟ علاه؟ كي نعرف باللي دولة كما الجزائر تعتبر أكبر دولة في شمال إفريقيا مع أكبر ثروات في كل إفريقيا، وتعاني أكبر مشاكل اقتصادية واجتماعية لعدم وجود أي سياسة اقتصادية تضمن لها العيش البسيط، العيش المتوسط في ظل أزمة عالمية. الآن
يقول بان الحراك ولا الدعاوى للمسيرات او الغضب الشعبي لا يحتاج الى دعوه، الغضب راه موجود، المسيرات ستعود دون دعوه. الشخص يتحدث عن حوار او يتحدث عن جو لمناقشه دستور او الفونت لميريت دو سا كونستيتيوشن، ونشطاء لا يزالون في السجون. السلطه اللي السلطه راهي حصلت بهذه الملفات تاع السجناء، لان الشارع قال لك الان ما يزيدوش يفرضوا علينا الاستوار تاع الزيت والسكر تاع 2010 2012، ما ماش رايحين نحولوا الثوره السلميه اللي خرجت لتغيير نظام سياسي، ماش راح تتحول على الترونسبور والوقود. وقالوا لنا في الاسبوع الماضي وما تشلوش الوقود، فو بويكوتي فو، ومن بعد يخرج الاستفزاز، يخرج وزير الطاقه يقول لك الجزائريين ما يحتاجوش السياره، وعلاش يروح يجي اون با ساكريفيي العمله الصعبه، با ساكريفيي nos intérêts à l'extérieur باش نردوهم كامل ونقصوا. هذا كله استفزاز. Il y a une incompétence، هناك نوع من الرداءة، هناك نوع من الرداءة في التسيير، في الكلام، في حتى في التفكير. ويجوا اليوم يطفوا على الحراك السياسي، يحاولوا يحولوه الى حراك اجتماعي، ويقول لك يصبروا هو حراك سياسي، الهدف منه هو بناء دولة جديدة بالمفهوم الشعبي وليس بمفهوم السلطة. كيف تتوقعين يعني سؤال أخير، كيف تتوقعين رد الحراك الشعبي على هذا الكلام، خاصة قضية التخوين وقضية أنه هناك يد أجنبية هي لا يتحرك في هذه الأمور؟ والله أعتقد أن الشارع توقف من الرب، لأنه الشارع اتفق على كلمة واحدة، هو أن السلطة في واد والشعب في واد. السلطة تسير دولة بدون شعب، والشعب يعيش على نفس الأرض دون دولة، دون سلطة، لأن الدولة موجودة، ركيزة الدولة هي الأرض والشعب. أما السلطة فهي تخاطب نفسها، والشعب يعلم علم اليقين ما يريد. هناك مبادرات جد هامة، مبادرات سياسية معروضة على النقاش، السلطة ليست موجودة فيها، وهي تعلم أن هناك مبادرات سياسية راهي تمشي وراهي تجول الولايات وتجول الجمعيات وتجول النقابات والطلبة والشباب والبطالين دون السلطة، لأن السلطة لا تحاور نفسها، لا تريد أن تهيئ الوضع، لا تريد أن تهيئ الظروف لتسلم السلطة للشعب. أي دولة، أي سلطة، أي نظام في هذا العالم يعرض تعديل دستور في ظل وباء عالمي. الشعب الجزائري رأى أن كل العالم ينتفض من أجل مشاكل اجتماعية، من أجل مشاكل اقتصادية، من أجل العنصرية، من أجل القمع البوليسي، كل هذه المشاكل عاشها الشعب الجزائري مجتمع منذ الاستقلال. أما الآن انتفض من أجلها، منذ انتفض من أجل العنصرية في بمناسبة الربيع الأمازيغي، انتفض من أجل المشاكل الاجتماعية في 2000 و2001 وقبل 1988 إلى آخره، انتفض من أجل التمييز بين منطقة ومنطقة، ووجد نفسه انتشر ولم يجني شيئا. Il s'est retrouvé en train de se disputer telle wilaya contre telle wilaya, une langue contre une autre, une religion contre une autre. Ah, chab, qalik, hadi ma yhamnich. ما يهمنيش، أنا حب مرحلة انتقالية، دستور توافقي، يديروا مجلس تأسيسي يختاره الشعب. كيف لك أن تعرض تغيير وتتحدث عن دوعة جزائر جديدة بنفس الوجوه، بنفس المجالس المنتخبة عن طريق الرشوة، بنفس النواب الذين الأغلبية منهم شراوا المناصب تاعهم في المجالس المنتخبة؟ كيف لكم أن تعرضوا دستور ليس للاستفتاء، لرفع الأي
ايدي لاشخاص جاوا على القناه تاعكم قالوا باللي الاداره هي اللي صاغت الدستور ولا هي اللي صاغت القانون القانون كومون ابل سا قانون الماليه التكميلي. يقول لك كل التغييرات اللي اقترحناها كتطلع الاداره يعاود يحبطوها يقول لك نو ولا يزالون يقبعون في هذه المجالس. اذا هناك هناك وعي يجب ان نقول شيء مهم جدا. هناك وعي تقدم والسلطه تاخرت. اذا هناك عدم توازي بين ما يريده الشعب وما تفعله السلطه. وما رايناه ليله البارحه وما استمعنا اليه هو نوع من الاستهزاء او نوع من احتقار او نوع من سجيمتري. واحد اللي يقول لك على بالي باللي راهم يشوفوني تضيق ما مش يشوفوني ولا مش راح يتبعوني وبيان زيد نكلخ لهم. سي بور سا قلت بلي هناك تفاوت بين الوعي الشعبي وبين آليات وطريقة عمل السلطة الحاكمة والسلطة التعليمية. هناك أمور تحدث حاليا على بالنا كامل بلي على بالهم. الكل يعلم أن السلطة الفعلية تعلم ما الذي يحدث. هناك مناورات، هناك استفزازات، هناك محاولات، ولكن هناك شيء سيتغلب عن كل هذا هي وحدة الشعب. وحدته حول كلمة واحدة، أن كل الفوارق الإيديولوجية توضع جانبا للوصول إلى تحرير الجزائر. هذا النظام ما زال ما فهمش بلي الشعب الجزائري عندما خرج في 22 فبراير ما خرجش على كريم طابو ولا على برقعة ولا على سمر بالعربي ولا على خرج من أجله، خرج من أجل الشعب. جميل جميل واضح. نعم واضح. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذة نبيلة إسماعيل المحامية والناشطة السياسية على هذه المشاركة، كنت ضيفتنا عبر هاتفنا الجزائر. أستاذ محمد بن عيسى، نختم بهذا السؤال اللي يخص الحراك في النهاية هو المعني. تعودت مسيرات الحراك أن ترد بشعاراتها على ما تقوله السلطة ورموز السلطة. نتذكر يعني ما كان يقول به بن صالح وزير الحكومة، وزراء الحكومة، وأيضا الوزير الأول، وكانت ترد على المؤسسة العسكرية وترد على القايد صالح كما نتذكر. كيف تتوقع رد الحراك على ما يقول به تبون؟ نعم خويا سليم، الحراك سوف يرد بقوة بشعارات كما عودنا، بشعارات جميلة وشعارات راقية جدا. الشعب الجزائري الآن تشوق لعودة المسيرات من أجل التعبير، من أجل إعادة هذه الأجواء العائلية، الأجواء الحماسية. الحراك كان أمل، المسيرات التي كانت تجوب شوارع الجزائر وكل ولايات الجزائر كان فيها نوع من التحدي ونوع في نفس الوقت نوع من الأمل لجزائر أفضل، لأنه في هذه المرحلة، مرحلة الحجر الصحي ومرحلة وباء كورونا، أعادتنا إلى مرحلة ما قبل الحراك، خاصة وأن السلطة هي الفاعل الوحيد في الساحة ورداء فوق رداء وسلطة بعيدة تماما عن شعبها. فنحن نتشوق لعودة الحراك، والحراك سوف يبدع مجموعة معناها من الشعارات، وعلى رأسها الشعار الذي حافظ عليه إلى حد اليوم الحراك، وهو شعار الدولة المدنية. سوف يرجع بقوة الدولة المدنية التي هي أساس كل شيء، وهو ما غاب في خطاب تبون أو في حتى مسودة تعديلهم للدستور. نحن نعرف، الشعب الجزائري يعرف أن الحاكم الفعلي في الجزائر هي المؤسسة العسكرية. هذه المؤسسة العسكرية لا زالت تحكم. الشعب الجزائري ليس ضد جيشه، فكلنا لدينا أفراد من عائلتنا في الجيش وأصدقائنا في الجيش. إشكالنا الكبير هو تدخل الجيش في السياسة، لأنه يفسد العملية السياسية ويفسد ويدعم الجيش، وربما خطر كبير على الجيش. نحن حبنا للجيش وحبنا للجزائر يدفعنا إلى أن نطرح هذا الإشكال الرئيسي، مدنية الدولة ودور الجنرالات في كبار الجنرالات في 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 في, في صنع القرار في الجزائر، البعد الأمني البوليس السياسي، الشرطة السياسية التي لا زالت تؤثر على 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 الأحزاب، على الجمعيات، على الصحافة. هذه الجزائر الجديدة. ثم الشعب الجزائري سوف يصنع
معناها نموذجه الديمقراطي لوحده ويأخذ الوقت الذي يجب أن يأخذه. نحن لدينا كل الوقت، الحراك يقوده الشباب، والمستقبل هو ملك لهؤلاء الشباب، فسوف يصنعون جزائرهم بطريقتهم الخاصة. شكرا لك جزيل الشكر الأستاذ محمد بن عيسى الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت ضيفي عبر هاتف من عبر خدمة سكايب من فرنسا. شكر موصول لكل ضيوفي وأيضا لكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا اليوم تطرقنا إلى مدخل الحديث حول ما دار بين رئيس الجزائري وصحفيين من حوار. بالنسبة للموضوعات، الوضع الصحفي في الجزائر، الوضع الحقوقي في الجزائر، وضع الحراك، حقيقة الحراك الشعبي وهذه الثورة السلمية في الجزائر، حقيقة الوضع الاقتصادي أيضا والاجتماعي، الواقع السياسي فعلا، واقع الإعلام في الجزائر، هذه الموضوعات مفصلة تطرق إليها الرئيس تبون. سنتابع هذه الموضوعات في حلقات منفصلة في برامج قناة أوراس تي في. سنستضيف الخبراء في كل قطاع لكي نبحث حقيقة ما قاله الرئيس الجزائري في كل قطاع، ونترك للمختصين في كل قطاع للإجابة، وستكون هناك الرأي والرأي الآخر، ولكي نمحص ما جاء في كلام الرئيس الجزائري. ألقاكم غدا في نفس الموعد، موعد برنامج في العمق، مع موضوع آخر للنقاش وضيوف آخرين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.